أنوه بكل السيدات والسادة الحاضرين كل باسمه وصفته، سائلا المولى عز وجل أن ينصر فلسطين وأهل فلسطين، وأن يتقبل عنده الشهداء في أعلى عليين، وأن يوحد الكلمة التي دعا أستاذ سعيد الحسن إلى توحيدها لمواجهة هذا الكيان الذي استأسد وتجبر. حضرات السيدات والسادة المحترمين، من سوء حظ جيلنا والأجيال التي سبقتنا أننا ولدنا وكانت نكبة فلسطين قد ولدت قبلنا سنة 1948، وعشنا مآسيها طوال عقود من الزمن، ونخشى أن نغادر الدنيا وما زالت القنابل تفتك بالأبرياء من شعب فلسطين، والرصاص يقتل الأطفال والنساء والشيوخ تحت سمعي وبصر العالم أجمع. هذا العالم الذي يتوزع بين مشارك في الجريمة ومتفرج عليها، مع وجود أحرار هنا وهناك لا يستمع إلى رفضهم ولا يؤبه باحتجاجهم. هذا مع إيماننا العميق بموعود الله تعالى في كتابه العظيم بما بشر به في سورة الإسراء، حيث قال سبحانه وتعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. والخطاب طبعا موجه لبني إسرائيل. وإنني إذ أقف أمام حضراتكم متحدثا في الموضوع، شأني شأن ذلك الأمريكي الذي كان خلال حرب فيتنام يقف كل ليلة أمام البيت الأبيض بواشنطن حاملا شمعة، فقال له أحدهم: هل تظن أن وقوفك هنا حاملا شمعة سيغير شيئا؟ فأجاب الرجل: أنا لا أقف هنا لأغير شيئا، أنا آتي هنا لكي لا يغيروا مني شيئا. لذلك ينبغي أن يبقى الحق حقا ولو طال الزمان، وينبغي أن يبقى الباطل باطلا مهما طغى العدوان في داخلنا على الأقل في أنفسنا، وذلك أضعف الإيمان. في هذا السياق تذكرون 7 أكتوبر، ذلك اليوم المشهود والذي تجندت على إثره الدعاية الصهيونية ومعها الإعلام الغربي لتزرع في العالم الاعتقاد بإرهاب وداعشية المقاومة، ولتبرر بعد ذلك كل الجرائم ضد الإنسانية التي قرر الكيان الصهيوني عن سبق إصرار وترصد أن يقوم بها، وكل جرائم الإبادة التي عقد العزم عليها على أساس أنها مجرد دفاع عن النفس ودفع لعدوان المقاومة. وكأن التاريخ بدأ بالسابع من أكتوبر سنة 2023 وليس منذ سنة 1948. ولأن الدعاية الإعلامية في الدول التي تدعي الديمقراطية تمثل ما تمثله العصا في الدول الاستبدادية كما يقول نعم تشومسكي، ارتأيت أن أقف معكم على صفحات من التاريخ الذي بدأ منذ حوالي 75 سنة عبر عدة مشاهد. المشهد الأول: تأسيس الكيان الصهيوني على أشلاء الشعب الفلسطيني. حضرات السيدات والسادة، إن دارس التاريخ الفلسطيني يطالعه حجم الطغيان الصهيوني الذي أذاق الشعب الفلسطيني الطرد من الديار بالتهجير القصري والذبح والحرق الهمجي وسفك الدماء بواسطة القنابل عبر الطائرات والمدافع خلال عشرات المذابح برعاية أمريكية أوروبية. وكأن الصهاينة ينتقمون مما وقع لهم من النازية بنازية أشد وأنكى من شعب بريء ذنبه أن يولد ويعيش على الأرض التي بارك الله فيها وما حولها. وهكذا بعد وعد بولفور سنة 1917 بإنشاء وطن لليهود الأوروبيين الذين كان الغرب يكرههم ويريد أن يتخلص منهم بتهجيرهم إلى فلسطين،
تقاتل الصهاينة على أرض فلسطين برعاية بريطانيا التي كانت تستعمر المنطقة، وكونوا عصابات انقدت على الأهالي تقتيلا وتهجيرا، وكان الشعار مغادرة الأرض أو الذبح. هكذا ارتكبوا ما يزيد عن 45 مذبحة سنة 1948، مستغلين في ذلك القدرات القتالية للناجين منهم من الحرب العالمية الثانية، ومزودين بوسائل القتل البريطانية. وهكذا أيضا، وبعد أن كان يهود فلسطين من السكان الأصليين في حدود 15,000، إذا بالعدد يقفز إلى مئات الألوف، وبعد أن كانت مساحة الأرض التي تم الاستيلاء عليها سنة 1920 إلى من سنة 1920 إلى 1948 في حدود 6%، أصبحت بعد هذه السنة أي سنة 1948 التي سميت سنة النكبة تصل إلى 80%، إلى نسبة 80%. وللأسف الشديد حصل ذلك بالرغم من تدخل بعض الدول العربية في الحرب، لكن دخولها الضعيف المرتبك لم تجني منه إلا الهزيمة النكراء والخسارة الشنعاء بتحالف الضعف والخيانة. في هذا السياق صدر القرار الأممي سنة 1948، والذي قسم فلسطين بين العرب واليهود على أساس 45% للعرب و55% من الأرض لليهود. كما قررت الأمم المتحدة حق أهل فلسطين المهاجرين قسرا من قبل العصابات الصهيونية في العودة إلى ديارهم. هذا القرار الذي تكرر منذ ذلك التاريخ إلى الآن 135 مرة، إلا أنه بقي حبرا على ورق، وبقي أهل فلسطين منتشرين موزعين على مخيمات الأردن ولبنان وسوريا فضلا عن باقي الأصقاع، إضافة إلى الكثير في غزة والضفة الغربية اللذين لم يكونا حينئذ قد طالهما الاستعمار الصهيوني. ومعلوم أن الكيان الصهيوني تحت شعارات مختلفة ومسميات متعددة، مع العلم أيضا أنه أمام هذه المجازر الصهيونية والجرائم البشعة يتطلب الأمر من الجميع اتخاذ المواقف اللازمة لردع العدوان والتعبير عن الغضب العارم والرفض الصارم لجرائم الكيان الصهيوني الخطيرة، والتي تتطلب المتابعة والعقاب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لو كان هناك قانون دولي حقيقي ومؤسسات دولية ذات مصداقية حقيقية. المشهد الرابع: حصار غزة وتطور المقاومة. لقد أسفر فشل مسلسل الصلح الإسرائيلي الفلسطيني على أرضية اتفاق أوسلو إلى احتدام المواجهة بين المقاومة بكافة مكوناتها والقوات الصهيونية، فحيث استعملت الحجارة أولاً والقنابل البشرية ثانياً، كما استعمل الدهس وكل أعمال المقاومة المتعارف عليها، مما اضطر الكيان الصهيوني إلى مغادرة غزة وفرض حصار ظالم شام عليها، حصارا جويا وبحريا وبريا، جعل منها سجنا كبيرا لأهلها يعانون معاناة تشيب لها الولدان، خاصة بعد نجاح حركة المقاومة الإسلامية حماس في الفوز بأغلبية المجلس التشريعي الفلسطيني. وللأسف الشديد فقد ساهمت بعض الدول العربية المجاورة ظلما في إحكام هذا الحصار. شخصيا كنت قد ترأست وفدا برلمانيا من كافة الفرق، وقفنا على ذلك صراحة عند حدود مصر مع غزة، وآسفنا ذلك وتألمنا له، وقد كنا سنكون نحن أيضا من ضحاياه، حيث منعنا 3 أيام من الدخول إلى غزة لولا تدخل السلطات المغربية ومساندة قناة الجزيرة وتفهم الأشقاء في مصر بعد تردد كبير. ولا أريد أن أدخل في بعض التفاصيل الصعبة. وقد وجه هذا الحصار السيء الذكر من قبل المناضلين في أصقاع العالم، وأرادوا خرقه، ونتذكر جميعا سفينة الحرية أو قافلة الحرية التي انطلقت سفينتها من تركيا بها مناضلون من جميع الأصقاع، حيث قتل بعضهم في عرض البحر الأبيض المتوسط واعتقل آخرون.
لكن المقاومة لم تستكين ولم تهن، بل إنها وبعزيمة لا تقهر استطاعت أن تطور نفسها ووسائل مواجهتها، وهكذا استطاعت أن تكون لها صواريخها وطائرتها بدون طيار، وأنفاقها مما أهلها لكي تواجه هذه المواجهة المشرفة بالرغم من عدم توازن القوى للكيان الصهيوني بكل قوة واقتدار. وقدمت في سبيل ذلك الشهداء، تلو الشهداء من قياداتها التاريخية أولا، وعلى رأسهم الشهيد أبو عمار ياسر عرفات، وشهيد أحمد الرنتيسي، وشهيد أحمد ياسين، والدكتور فتح الشقاقي، وأبو علي مصطفى، والقائمة طويلة بعشرات الآلاف من الشهداء، فضلا عن عشرات الألوف من المعتقلين السجناء. المشهد الخامس، وهو الذي يتعلق بيوم 7 أكتوبر المشهود وما بعده من حرب إبادة ضد الإنسانية. في يوم 7 من أكتوبر الماضي استفاق العالم على عملية للمقاومة غير مسبوقة، حيث قامت المقاومة باقتحام الجدار العازل بين غزة والكيان، واستطاعت قتل البعض واحتجاز البعض الآخر من جنود ومستوطنين. وبعدها مباشرة انطلقت الدعاية الصهيونية ومعها الإعلام الغربي لدعشنة المقاومة. كان دائما يقول رئيس وزراء الكيان الصهيوني حماس داعش، حماس إرهابية، حماس داعش، حماس داعش، وترهيب مسانديها. وكان السؤال المكرر الممجوج لكل متحدث أو ضيف في أي برنامج من برامج التلفزية أو الإذاعية أو غيرها، كان السؤال هو: ما موقفك من إرهاب حماس؟ أما إرهاب إسرائيل فلا سؤال ولا كلام ولا تعقيب، إنه من المحرمات والممنوعات. وتم تبني السردية الصهيونية بكل تفاصيلها، حتى تلك التفاصيل الكثيرة الكاذبة من قبل قتل الأطفال وذبحهم، وقد ثبت الآن بما لا يدع مجال الشك من قبل الكيان الصهيوني نفسه أن طائرة هليكوبتر قتلت من قتلت، وكذلك تم قتل الكثير من الإسرائيليين وأيضا المقاومين بواسطة مدافع كانت تضرب بشكل عشوائي. وكم كان مقرفا ذلكم الحج الجماعي لكافة رؤساء الدول الغربية الكبرى لتقديم آيات الدعم والمساندة لكيان قام على تشرير شعب أعزل وتقتيله تحت سمعهم وبصرهم دون مبالاة ولا رحمة أو شفقة ودون عدل أو إنصاف. وكم كان مؤسفا أيضا أن يقوم البرلمان الفرنسي مثلا بتخصيص جلسة لمشاهدة شريط عما اعتبروه إرهاب المقاومة دون أن ينتبهوا في ذلكم الوقت الذي كانوا فيه يشاهدون ذلك الشريط أن إرهاب إسرائيل مستمر وأن ضحاياه أطفال ونساء وشيوخ بالمئات يوميا عبر الطائرات والمدافع، عبر نار القنابل التي دكت غزة وسوت جوانب كثيرة من أبنيتها بالأرض. حضرات السيدة والسادة، إن حماس حركة مقاومة وطنية، حركة تحرير مشروع، وإذا كان هناك من يستحلي وصمها بالإرهاب فعليه أن يعيد صياغة التاريخ، تاريخ الإنسانية جمعاء، تاريخ جميع حركات المقاومة وصمها بالإرهاب، سواء تعلق الأمر بمن قاوم النازية بأوروبا أو العنصرية بجنوب إفريقيا، أو من قاوم بالمغرب أو الجزائر أو غيرها من البلدان التي كانت مستعمرة. إذا كانت حماس إرهابية مرة على سبيل الافتراض، فإسرائيل إرهابية بعدد سنوات الاحتلال منذ 1948
وهي 75 سنة، وبعدد الأيام وعددها 27 يعني 375 يوما، مع أن المقاومة لا يصح مطلقا مقارنتها، لأنه لا يقارن المحتل بمن يقاومه ولا بين من يعتدي والمعتدى عليه. هذا ما تنطق به كل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية. أختم لأقول لكم، لقد أشرف العدوان الصهيوني على استكمال 80 يوما، وقد تجاوز ضحاياه 20,000 شهيدة وشهيد، أكثرهم أطفال صغار، حيث يقوم العدوان بالقصف الأعمى دون تمييز ولا تبصر ودون احترام لأي شيء من أخلاق الحرب، بشكل همجي ووحشي. لم يوقر المستشفيات ولا المساجد ولا الكنائس ولا المخابز ولا المدارس، مرتكبا مجازر قد قل نظيرها عبر التاريخ، محدثا أعنف قصف منذ الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك يقف الغرب الرسمي إلى جانب الكيان داعما ومؤازرا ومشجعا، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، على خلاف كل المبادئ ضدا على كل القيم النبيلة. وبالرغم من ذلك فقد حطمت المقاومة كل أرقام في الصراع مع هذا الكيان، فهذه أطول حرب بين قلة قليلة من رجال المقاومة إسرائيل، حيث إن هزيمة 67 لم تستمر سوى 6 أيام، ومعركة 73 لم تستمر سوى 18 يوم، كما أن خسائر إسرائيل في هذه الحرب ستتجاوز خسائرها في كل الحروب عتادا وجيشا، عدة وعتادا. وأختم بالقول بأن المقاومة وهي تقوم بكل ذلك فإنها تستحق منا التحية، ويستحق منا أحرار العالم ويستحق من الشعب الفلسطيني كل التحية والتقدير والتنويه على ثباته وصبره، ويستحق منا أحرار العالم كل التحية أيضا والتقدير والتنويه بمن فيهم يهود يرفضون أن تتحدث إسرائيل وتقتل باسمهم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.